هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. بفيديو اليوم اشتقت لكم كتير. فيديو اليوم في عنا برودكت كتير غريب هيك، هو كتير محمس انه نحن نجربه مع بعض، اللي هو اقدم ماسكارا بالعالم. هاي الماسكارا مواليد سنة 1920، يعني صار لها اكتر من 100 سنة، 102 سنة بالضبط. طبعا اول ما شفتها قلت لا 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 لا، لازم انه انا اجربها معكم بفيديو على يوتيوب، لانه بصراحة كتير تحمست عليها. المفروض انه هي من براند اسمها بيسامي. اول شغلة بدي افرجيكم العلبة تبعتها. هاي هي، يعني كتير 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 غير عن الماسكارات اللي نحن متعودين عليها. احنا الماسكارات عنا بتكون هيك انبوب وفيها فرشة، هاي كتير غير. هون رح تلاقوا انه مكتوب عليها سنة 1920 واسمها بلاك كيك. تعالوا خلينا نفتحها مع بعض. طبعا الماسكارات زمان كانت مختلفة تماما عن هلأ. اوه ماي جاد، شكلها اصلا كتير فنتج. من جوا العلبة متبهدلة بس اوكي. اول شغلة بنلاقي عنا هاد الورق او هذا الكتالوج الصغير، وفي هون انه في لها كذا طريقة للاستخدام، فينا نرسم فيها الحواجب ونسويها اي لاينر ونستخدمها كمسكرة. وهذا هو شكل المسكرة، هاي مصنوعة بامريكا. شوفوا كيف اصلا شكلها، بتحسوها هيك قديمة طالعة من فيلم قديم. خلينا نفتحها مع بعض. اول ما نفتحها رح نلاقي فيها هاي الفرشة، وهون المفروض انه الماسكارا. طبعا مغلفة بورق. انا بصراحة مش متفائلة ابدا بهالماسكارا، حاسة انه هي ما رح تسوي معي اي شيء، خصوصا انه انا شخص رموشه، يعني يا دوب مبينين، فبالموت بالموت رح تطبع. اي ثينك ما رح تسوي معي اي شيء. سو هاي هي الماسكارا، شكلها كأنها هيك قطعة دارك شوكليت. باي ذا واي هيها، حاسة هيك كتير كأنها طين، عارفين؟ سو رح نحطها هون وراح نفتح الفرشة. وهاي هي الفرشة تبعتها. الفرشة هاي انا بحس انه هي بتزبط اكتر على حواجب مش على مسكارا بالمرة. اوكي، سو كيف طريقة الاستخدام تبعت هاي المسكارا؟ اول شغلة بدنا نيجي نجيب هاي الفرشة ونحطها شوي بمي، وبعديها نبلش انه نحنا نسوي نفس هيك لحد ما الفرشة تلقط البرودكت، وبعديها شوي شوي نبلش نحط على رموشنا. فينا طبعا نحط على حواجبنا ونستخدمه كاي لاينر، بس بصراحة اول شغله انا ما رح احطها على حواجبي لانه هاي لونها اسود، انا حواجبي مش سود، يعني ما حلو اصلا انه انتم ترسموا حواجبكم بلون اسود. ثاني شغله، هاي بتتفاعل بالمي، يعني كيف؟ يعني هلا هي اذا بدي اعمل فيها نفس هيك واحطها على ايدي ما في شيء، شايفين؟ بس لما احط عليها مي بتبلش انه هي تصبغ. فتخيلوا انا احط على عيوني هيك اي لاينر مثلا، يصير اي شيء بالرطوبه اللي برا هاي رح يسيح، رح يصير وجهي كلياته اسود. نفس الشيء على فكره اللاشز او المسكارا، يعني لانها بتتفاعل بالمي فما رح تكون ضد المي بالمره، فرح تغرق الدنيا. فتعالوا خلينا نجربها كمسكارا. انا جايبه هذا الصحن فيه مي، سو رح اغطس فيه هيك الفرشه. وهلا راح احطها على المسكارا، شايفين؟ طبعا مكتوب انه ما بصير ان احنا نكتر مي لانه بعديها بصير القوام كتير خفيف. سو اي ثينك هيك منيحه. خليني راح افرك فيها كمان. يا الله، من قد يا بنات ما اني انا بحب هذاك الزمن، كانت امنيه حياتي انه انا اعيش فيه. كنت بتحسوا الدنيا كلياتها راقيه ساعتها، كل العالم راقيين، بتكلموا بطريقة كتير حلوة مش زي هلا كتير شغلات خربت. اوكي مالها ريحة. سو لقطت شوي من المسكرة على الفرشة، خليني اجرب احط. اوكي هيها قادرة تصبغ. هلا خلينا نحط على الرموش ونجرب. بسم الله، طبعا يعني انا متأكدة مش كتير رح يبين عليكم، بس يعني شايفين؟ ها اوكي، سو رموشة عم تغمق هذا اكيد. خلينا نكمل. رح ناخد كتير وقت بهالمسكرة غير المسكرات العاديين، بس يعني شايفين الفرق؟ في شوية فرق. رموشي غمقت اكيد، لونها صار اغمق، حاسة انه شوي نشفت، فرح اخد كمان هيك. بس متخيلين يا بنات هاي قديش ممكن تقعد معاكم؟ بحس ممكن كتير تطول،
سو تشوفوا يعني بتحسوا مع كل كوت بتنشف، ف ما بتضلها هيك ماي وكذا، لا كأنه قوام المسكرة العادي. دقيقة شوي، كأني حبيتها. بتعرفوا لو حبيتها رح يكون الشيء أكبر صدمة بالحياة. أوكي، هذا هو الفرق بعد الكوت الثاني. خلي شوي بس أزيد قبل ما نروح على العين الثانية. بحس زمان كمان كانوا يستخدموا الفيك لاشز أو يركبوا رموش كتير، ما بعرف صراحة زمان متى، بس مثلا على أيام سعد حسني مثلا كانت كتير تلبس رموش، صح؟ هذا هو شكل رموشي بعد الطبقة الثانية. بصراحة مش سيئة بالمرة، يعني أنا ما توقعت إنه هيك تكون، ولا حتى ربع تعطي هذا الإفكت، مع إنه يعني ستيل هي مش واو، بس يعني صراحة سوت شغلي، يعني أتليست شوي رفعت رموشي. تعالوا خلينا نيجي على العين الثانية، أخذ شوي كمان. لا بليز لا. أوكي الحمد لله. تعرفوا شو أسهل شيء بالحياة؟ إنه إذا خربتوا في المسكرة فيكم إنه أنتوا بقطنة فيها ما يتشيلوا. هذا هو شكل رموشي بعد طبقتين على كل عين من المسكرة اللي عمرها أكثر من 100 سنة. هذا هو شكلها بعد أول استخدام، بتكون نفس هيك. حاسة ولا كأني أخذت منها شيء أصلاً. بتعرفوا بحس هاي أكثر شغل ممكن تعيش بالحياة، المسكرة هاي. بصراحة كلياتو كوم، وسوادها كوم تاني كتير، سوادها حلو كتير، عجبني اللون تبعها. بس كأبليكيتر كفرشة، بصراحة الفرشة أنا ما كرهتها، بس يعني ما بتسوي شيء مقارنة بالفرش اللي هلأ نحن بنستخدمها للمسكرات تبعتنا. الفرشة تبعتها مش أحسن شيء، إنه هي ووتر أكتيفيتد أو إنه هي بتشتغل بالماء، هذا الشيء زي ما أنا قلت لكم مش كتير منيح، لأنه ما بتكون ضد الماء بالمرة، فمثلاً شوية رطوبة شوي بس تحمي، يكون في مطر تبكي ممكن، فمين بتلاقوا بلاوي قاعدة عم تنزل زي كأنها ألوان مائية. هاي الشغلة يمكن أنا ما كتير حبيتها فيها. ما حبيت بصراحة العلم، يعني حسيتها شوي مسي او شوي بتخبص اكثر او بتوسخ اكثر، غير عن المسكرات تبعتنا. المسكرات تبعتنا انت بتدخليها وبتطلعيها وبتحطيها وخلص، يعني ما بصير اي شيء ثاني، ما بتحتاجي مي، مش كثير غلبه، مش كل شوي بدك تضلك تمكسيها. بس بصراحه يعني اوفر اول انا ما كرهتها بالمره، حاسه انه انا استمتعت وانا قاعده عم بحطها. بس والله بنات هذا هو الإفكت تبع المسكارا، قولوا لي شو رأيكم فيها، حبيتوها ما حبيتوها، قديش بتعطوها من 10؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتس شو بدكم يعني كمان أجرب شغلات غريبة وشغلات جديدة، وأكيد أكيد أكيد رح أجربها. بحبكم قد الدنيا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب وكومنت. يلا باي باي.